مجلس الوزراء يصادق على عدد من مشاريع القوانين والمراسيم، من بينها اتفاقية لتمويل مشروع الربط الكهربائي بين بلادنا ومالي، ويستعرض بيانا يتعلق بخطة إسعاف الثروة الحيوانية. الوزير الأول يستقبل مكتب الاتحادية الإفريقية لشركات التأمين التي تعقد جمعيتها العامة في بلادنا. بدء أعمال المنتدى الاقتصادي الموريتاني المغربي بحضور فاعلين اقتصاديين من البلدين لتطوير الاستثمارات والشراكة. أينما كنتم مشاهدينا الكرام، حياكم الله، أهلا بكم إلى مسائية الموريتانية لهذه الليلة، ورحبوا بزميلتي أسماء بنت عثمان التي ترافقني في الجزء الأول من هذه المسائية مشكورة بلغة الإشارة. اجتمع مجلس الوزراء اليوم برئاسة صاحب الفخامة السيد محمد بن الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية، وقد درس المجلس وصادق على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 24 يناير 2024 بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية والصندوق الإفريقي للتنمية، والمخصصة لتمويل مشروع الربط الكهربائي بجهد 225 كيلو فولت موريتانيا مالي وتطوير محطات الطاقة الشمسية المرتبطة بها. يتبثر المشروع في إقامة مجموعة من البنى التحتية الكهربائية، من ضمنها خط نقل كهربائي عالي الجهد 225 كيلو فولت بطول 1373 كيلومتر، له قدرة نقل تصل 6000 ميجاوات بين موريتانيا ومالي، وإنشاء حوالي 12 موقعا لتحويل مرتبطة به، وتطوير محطات شمسية من ضمنها واحدة في كيفة بقدرة 50 ميجاوات، بالإضافة إلى إقامة شبكات الجهد المتوسط والمنخفض على مسار الخط، ولمواكبة تطوير تحويل الغاز إلى طاقة ومكونات الطاقة الكهرومائية. سيمكن هذا المشروع من كهرباء 150 قرية محاذية لخط 225 كيلو فولت، ستتوفر بها إنارة عمومية للشوارع، إقامة 80,000 توصيلة مع تركيب عدادات ذكية بالدفع المسبق في البلدات التي يمر منها الخط، ويبلغ الغرض 200,700,000 وحدة حسابية، أي ما يعادل 10.6 مليار روقية جديدة. كما درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية: مشروع مرسوم يقضي بتعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة الوكالة القضائية للدولة، مشروع مرسوم يقضي بتعيين رئيس مجلس إدارة مركز استطباب سيري بابي، مشروع مرسوم يقضي بتعيين أعضاء مجلس إدارة مركز استطباب العيون، مشروع مرسوم يقضي بتعيين أعضاء مجلس إدارة مركز استطباب كيهيدي، مشروع مرسوم يقضي بتعيين أعضاء مجلس إدارة مركز استطباب بوغي، مشروع مرسوم يقضي بتعيين أعضاء مجلس إدارة مركز استطباب روسو، مشروع مرسوم يقضي بتعيين أعضاء مجلس إدارة مركز استطباب نواديبو، مشروع مرسوم يقضي بتعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للبحوث الجيولوجية والأملاك المعدنية. وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج بيانا حول الوضع الدولي، وقدم وزير الداخلية المركزية بيانا عن الحالة في الداخل، وقدم وزير التنمية الحيوانية بيانا يتعلق بوضعية المراعي وتقدير الاحتياجات تمهيدا لوضع خطة لإسعاف الثروة الحيوانية. يهدف هذا البيان إلى وضع خطة لإسعاف الثروة الحيوانية خلال الأشهر المقبلة، والتي تركز على عنصرين أساسيين: اقتناء ونقل وبيع مخزون كاف من أعلاف الماشية بأسعار مدعومة. الهدف من هذا التدخل هو تغطية احتياجات العلف لنسبة 20% من الماشية من ناحية، ومن ناحية أخرى من المتوقع أن يشمل ذلك أكثر من 4 ملايين رأس من الماشية بمختلف أنواعها، خاصة الصغيرة منها. تنظيم تدخل بيطري واسع في مناطق التركيز الحيواني بهدف هذا، يهدف هذا المكون إلى الحفاظ على الوضع الصحي للثروة الحيوانية من خلال التلقيح والوقاية والعلاج من الأمراض، وذلك من خلال تغطية ماشية تقدر بمليونين و947 ألف رأس جميع الأنواع مجتمعة،
وتقدر التكلفة التقديرية لهذا المكون ب 30 مليون أوقية جديدة، منها 25 مليون أوقية جديدة لشراء الأدوية. وقدم وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي بيانا يتعلق بمسار إعداد المخطط الوطني للاستصلاح الترابي، يهدف هذا البيان إلى التخطيط الاستراتيجي وتنسيق سياسات النمو، لا سيما الجوانب المتعلقة منها بالعدالة المجالية وتحسين الموارد وتطوير البنية التحتية وحماية البيئة، فضلا عن إدارة المخاطر وتحسين نوعية حياة السكن. هذا وعلق كل من وزير البترول والطاقة والمعادن الناطق باسم الحكومة ووزير التنمية الحيوانية في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، ملخص لأبرز ما تناوله المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة يستعرضه التقرير التالي. صادق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم على عدد من مشاريع القوانين والمراسم والبيانات، وكانت مجال عرض وتعليق في المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة. ومن بين مشاريع القوانين والمراسم والبيانات تلك بيان يتعلق بوضعية المراعي وتقدير الاحتياجات، تمهيدا لوضع خطة لإسعاف الثروة الحيوانية. تتركز هذه الخطة حول مكونتين أساسيتين. المكون الأولى وهي اقتناء ونقل وبيع مخزون من أعلاف المواشي بأسعار مدعومة، القيام بتدخل بيطري على نطاق واسع في مناطق تركيز المواشي، وستمكن برامج المياه الرعوية المتعددة التي هي في طور التنفيذ من طرف مختلف المصالح الحكومية من استحداث وتفعيل المحطات الرعوية في مناطق البلاد المتوفرة على مراعي. وتضمنت ردود وزير البترول والطاقة والمعادن الناطق باسم الحكومة رده على سؤال حول رفع الحصانة عن أحد البرلمانيين. نختار نقول عن القضية قضية عادية، وأنها تخلق كل يوم بين أفراد مجتمعنا أن واحد يشكي من الآخر نظر الكذا. ارتفعت مشكلتها لأنها اليوم تتعلق الرواية بنائب برلماني ورئيس حزب. الدولة والله الحكومة ما عندها دخل في هذا. الدخل الوحيد عندها فيه أنني من درى كان مسطرة الإجراءات القضائية تم اتباعها بشفافية وبدقة، وهذا نأكد لكم عنه واللي خلي. وحول سؤال آخر بصدد ظاهرة التجمعات ذات الطابع القبلي رد الناطق باسم الحكومة. نختار نقول عن أي تجمع على أساس قبلي طائفي أو عرقي أو إثني أنه يتنافى تماما مع روح وخطاب لا للي خلق في ودان ولا للي خلق في جوال. نحن نريد أن نكون مجتمع موريتاني متساوي على قيمنا الدينية الأخلاقية وأعرافنا، حاول أن نختار نكونه. ما في فرق بين أي حد من أفراده، ما هو بخصوصياته الشخصية. وحول ما يثار بشأن موضوع الهجرة والتنسيق مع الاتحاد الأوروبي في هذا المجال رد الناطق باسم الحكومة. نختار نقول ولا يعود فيه لبس ولا شيء، لا توجد اليوم أي اتفاقية تا
تربط موريتانيا مع الاتحاد الأوروبي فيما يخص الهجرة. ما يخالق اللي خالق أن كانت فم اتفاقية ثنائية تربط موريتانيا بإسبانيا نظرا أنها دولة مجاورة، وهذه الاتفاقية من 2003، وفعلا موريتانيا ارتأت نظرا لقدمها، نظرا على الوسط والمحيط اللي معدل فيه والزمن المعدل فيه والتحديات المطروحة في الزمن المعدل فيه، ما تلات كيف التحديات اليوم، وطلبت إلقائها ولا مراجعتها، طلب من موريتانيا وخلق إجبار عليها على مستوى نواكشوط، وخلق إجبار على مستوى إسبان، ولا يخلق واحد الأسبوع الجاي في إسبانيا. في هذا الإطار وانطلاقا من مسؤولياتها فعلا موريتانيا طلبت تعلن مهم أن يعود فهم إطار تعاوني بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي، لأن احنا كما تعلمون محيط مضطرب شيئا ما، وعلن فهم هجرة موجهة شورنا وياسر من هيدور لا يتابع المساره، والمهم أنها توقف عند حدها سابق قاع تدخل موريتانيا، وهذا مهم وذا الإطار اللي هو ما تخلق. وهذا الإطار الهدف منه شنو؟ أولا ما هي الأهداف للهجرة لمكافحة هاي الهجرة؟ هذا السؤال الأول لابد يطرح. ما هي الأطراف اللي تشارك في مكافحة الهجرة السرية؟ ما هي الالتزامات اللي تعني الاتحاد الأوروبي، وما هي الالتزامات اللي تعني موريتانيا من أجل حماية حدودنا؟ وما هي الموارد اللي تخصص لها؟ وشن هي آليات التقييم والمتابعة عليه؟ ها هو النقاش اليوم. هذه الحملة السوداء اللي ما قيم بها، وبيني وبينكم ما نعرف هدفها شنو كانوا تخويف المواطنين. نحن ما يجد حد يزايد علينا في حبنا للوطن وإخلاصنا العمل له. ما هو فهم. عبر المواطنون في مدينة كيف عن ارتياحهم لاختيار بلادنا لرئاسة الاتحاد الإفريقي، وأشاد بعضهم بما حققته البلاد من مكاسب دبلوماسية أهلت لتبوء هذه المكانة المرموقة. الشعب الموريتاني ومهنئ رئيس الجمهورية لتسلمه لرئاسة الاتحاد الإفريقي، لأن موريتاني هي إفريقيا كاملة، هي إفريقيا مصغرة موريتاني، فيها جميع الأعراق وفيها جميع الأجناس وفيها الناس كاملة، وهذا هو اللي جعل إفريقيا كاملة تمنحنا ثقتها ومتأكدة على أنها استلمها رئيس الجمهورية بجدارة. وهذا هو اللي كنا احنا ندوره، احنا ندوره موريتانيا تعود ناجحة في الدبلوماسية الدولية، وتعود ناجحة في الدبلوماسي الإقليمي، وتعود ناجحة في كافة الأمور اللي تستحقها، ونحن نستحق هذه الرئاسة. وهذا يدل على أن الدول الأفارقة على أنهم يثيقوا في فخامة رئيس الجمهورية محمد الشيخ محمد أحمد الشيخ الغزواني. فخامة رئيس الجمهورية الحقيقة واضحة لأنه عبر بالبلاد إلى بر الأمان، وهذا نجاح متميز، نجاح من نجاحاته في جميع المجالات، في البناء، في التنمية، في القطاعات الخدمية، التعليم والصحة، وهذا ينضاف إلى سلسلة النجاحات، وأخيرا نجاحات دبلوماسية للحقيقة فهم أمورها يتطلب ياسر من الحكمة وياسر من الرزانة وياسر من السمعة الحسنة والثقة التامة عند في رئاسة الجمهورية، فمن يتولون الأمر بالنسبة لأي بلد. واضح أن موريتان جسدت من خلال شخص فخامة رئيس الجمهورية، ومن خلال السلك الدبلوماسي والخارجية الموريتانية وحتى الحكومة، جسدت على أنها الحقيقة دولة متميزة، وعلى أنها تبوأ المكانة اللائقة بها من خلال ذي الأمور اللي ظهرت كاملة، لآخرها هو حيازة موريتان على رئاسة الاتحاد الإفريقي في الآونة الأخيرة. أرى أن مهنئين السيد الرئيس على النجاح، وراجين له عند الله التوفيق فيه، وعلى كيف أن موريتانيا قبال هي نعتت وجودها وفرضت موقعها في إفريقيا اللي قبلت رئاستها في هاي الفترة اللي فيها إفريقيا في الحالة اللي ذا هي، معناها على أنها أهلا لها. أهنئ رئيس الجمهورية على هذا النجاح الكبير اللي تحقق في ظل المأمورية اللي هو رئيس موريتانيا. أنا أعتبره مكسب كبير لموريتانيا، لأنه مجيه وحال الله في التهدئة
وشعل موريتانيا على السكة ما يعود فيها مد جسر بين المعارضة الأغلبية والنظام. هذا عمل جبار احنا نثمنوه، وحال فريق الدبلوماسية الخارجية معناها توطيد علاقات الإقليمية والدولية الموريتاني وجعل مكانة موريتاني في المصاف اللي الأمم اللي يرقى بها إلى مستوى عالي. هذا احنا نثمنه. وفي عاصمة ولاية غورغول رصدت كاميرا الموريتانية انطباعات بعض المواطنين في مدينة كهيديا حول انتخاب بلادنا لتولي الرئاسة الدورية للاتحاد الإفريقي. أمر التد فرحة بمناسبة تودي فخامة رئيس الجمهورية رئاسة الاتحاد الإفريقي، وهذا يدل على شيء ما يدل على ثقة الإخوة الأفارقة في فخامة رئيس الجمهورية. هذه الرئاسة ما طاوها الأفارقة عن 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 فراغ، به حاسين من فخامة الرئيس يتمتع بكاريزما خاصة به هو بنفسه قد يلم الشمل الإفريقي، وعندهم الحنكة السياسية والعلاقات الدولية اللي يسمح له بأنه يجمع شمل الأفارقة ويوحدهم على كلمة واحدة من أجل التنمية شاملة. وذاك برز في خطابه هو الرئيس بعد خطاب توليه رئاسة الدورية للاتحاد الإفريقي. تلقينا بكل فرح نبأ انتخاب رئيس الجمهورية لرئاسة الاتحاد الإفريقي، وهي خطوة مهمة تجسد مكانة موريتانيا في القارة وسمعتها الجيدة وحنكتها الدبلوماسية المتوازنة. ونحن في كيهيدي نثمن هذا الانتخاب ونؤكد وقوفنا إلى جانب رئيس الجمهورية ونطالبه بالترشح لمأمورية جديدة. ورانا مثمني رئاسة محمد الشيخ القزواني للاتحاد الإفريقي، مثمنين بنا اللي هذه ثقة كبيرة عند موريتانيا وثقة فيه هو. هذا مثل أنهم مثمنين هو ومسؤوليته هو اللي أعطاه هذه الرئاسة. أرانا نحن في ولاية غورغول هذا زين عندنا، واقفين معاه اليوم والصبح واقفين معاه عليات غورغول كاملات وشبابهم واقفين معاه وزين عندنا، وكنا نختار وقعنا عدلوا مسيرة كبيرة. محمد الخزواني يقال النومي. نحن نساء غورغول نثمن عاليا قرار الاتحاد الإفريقي اختيار رئيس الجمهورية لتولي رئاسة الاتحاد، وهو أمر مهم بالنسبة لنا لتعزيز حضور بلادنا ومساهمتها في حل مختلف التحديات الأمنية والاقتصادية للقارة الإفريقية. وسكان غورغول يثمنون هذا الإنجاز ويقفون جميعا خلف رئيس الجمهورية لمواصلة مسار الإصلاح والتنمية. وجاي من بلدية جنكي وجاي حامل مثلا حروف لا ينقولهم عن طريق تولي رئيس لرئاسة افريقيه، وهذا شاكرين ليه الوطن. واحنا هالقرقل با مونك عندنا به اللي بجيها من افريقيا، كل حد اللي وعدل له في نواكشوط وعدل اللي جاينا احنا هالقرقل عدلوا اللي شطم ذاك بينا مقر فيه اللي عدل لنا، وهذا فضل يدر يرجع على الوطن به اللي يدر يرجع له. الحمد لله رب العالمين رجع له لا شيء فوق ذاك. وطالب من الشعب الموريتاني يتعاون معانا ويتعاون مع الرئيس اللي يدوم في امر حياته ان شاء الله به اللي ما باخنا شو راهو في مستقبله فينا متعدل ونختيره ويترشح لنا مولي والاخر يدار افضل من كان. لقي تولي بلادنا رئاسة الاتحاد الافريقي صدى واسعا في نفوس سكان ولاية داخلة الواديبو، وقد عبر المواطنون في هذه الولاية عن مباركتهم وتهانيهم لرئيس الجمهورية على هذه الثقة متمنين له التوفيق والنجاح. احنا هون في العاصمه الاقتصاديه نعتبره هذا الانجاز اللي اخلق تثمينه واجب على المواطنين كاملين، ان مكانه موريتانيا جبرتها المستحقه بالعمل الجبار هم الدبلوماسيه الموريتانيه والمكانه اللي موضوعها فيها موريتانيا عند الدول الافريقيه في اعلانها رئاسه الوحده الافريقيه اللي وكلف بها رئيس الجمهوريه، ونعتبره تكليف لشرف موريتانيا. واحنا هون في مدينه الواديبو نشيد بهذا المكان اللي جبرت الدوله ودبلوماسية وتنم على العمل جبار مقوم به على في الصعيد الخارجي والصعيد الداخلي. سكان مدينة الواديبو نحن جد مسرورين بتبوء هذه المكانة رئاسة الاتحاد الإفريقي في هذا الظرف العصيب في القارة الإفريقية، وهذا يعتبر نجاح للدبلوماسية الموريتانية
يعتبر نجاح رئيس الجمهورية، وصفه رئيس الاتحاد، وإن شاء الله دوره يتم حل وحلحلة ياسم المشاكل العالقة في القارة. كمواطن موريتاني من سكان مدينة نواليبو جد سعيد وفخور بالاختيار الموفق لرئيس الجمهورية السيد محمد بن الشيخ الغزواني رئيسا للاتحاد الإفريقي عن جدارة، وهو الحدث اللي لاقى أصداء طيبة وتجاوب طيب أيضا على مستوى القاري وكذلك في موريتانيا، لما له من أهمية ولما يعكس أيضا من مواصفات قيادية لصاحب الفخامة وكذلك من مصداقية للجمهورية الإسلامية الموريتانية التي كانت محل إجماع بين كل الأفارقة في إسناد هذه المهمة التي ليست في اليسيرة والتي لا تمنح إلا لاعتبارات منها استقرار البلد وتمتع باحترام كل الأفارقة. أحد ساكنة نواليبو رانا مهنئين رئيس الجمهورية كرئيس للاتحاد الإفريقي، ونعتبره نحن كموريتانيين تقدم فيما يخص الدبلوماسية الموريتانية، وراجين له عند مولانا إن شاء الله ألا يقوم بدوره كما ينبقي. بالمناسبة نحن طالما عودنا على الإنجازات الحمد لله المتقدمة والأمور ما شاء الله الحسنة. مؤيد فخامة السيد الرئيس محمد بن الشيخ الغزواني على رئاسة الاتحاد الإفريقي ومهنئ الشعب الموريتاني كلهم باسمه الخاص. استقبل معالي الوزير الأول السيد محمد البلال مسعود اليوم بالوزارة الأولى مكتب الاتحادية الإفريقية لشركات التأمين برئاسة السيد سيزار إيكومي إنفنا. تناول اللقاء نتائج الجمعية العامة المنعقدة في بلادنا وبحث علاقات التعاون بين بلادنا وهذه المنظمة الإفريقية. جرى اللقاء بحضور وزير المالية سلمو نحندمبادي ومديرة ديوان الوزير الأول عيش شفال فرشس ومستشار الوزير الأول المكلف بالاقتصاد والمالية محمد الأمين والحمادي. وبعيد اللقاء أدلى رئيس مكتب الاتحادية الإفريقية لشركات التأمين السيد سيزار إيكومي إنفنا بتصريح أوضح فيه أنه قدم لمعالي الوزير الأول حصيلة أعباء الدورة 48 للجمعية العمومية للاتحاد الإفريقي لشركات التأمين التي اختتمت أعمالها اليوم. وأكد لمعالي الوزير الأول خلال هذا اللقاء أن أعمال الجمعية العمومية جرت في أحسن ظروف، حيث تمت مناقشة مواضيع عديدة تركزت بالأساس على دور التأمين في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلدان الإفريقية. كما شكلت الجمعية مناسبة لتبادل التجارب مع الخبراء والمختصين في مجال التأمين باعتباره ركيزة أساسية لكل تنمية اقتصادية واجتماعية، ويمكن له أن يطلع بدور محوري في تعبئة الموارد وخلق مزيد من فرص العمل. ترأس الوزير الأول السيد محمد البلال مسعود أمس بمباني الوزارة الأولى الاجتماع الدوري للحوار السياسي بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي، وتناول اللقاء سبل توطيد وتعميق العلاقات بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي. تناول الاجتماع الدوري للحوار السياسي بين بلادنا والاتحاد الأوروبي الذي احتضنته مباني الوزارة الأولى برئاسة معالي الوزير الأول السيد محمد البلال مسعود سبل توطيد وتعميق العلاقات بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي. كما تم خلال اللقاء مراجعة المواضيع ذات الاهتمام المشترك، خاصة المسار الديمقراطي والاستحقاقات الانتخابية لسنة 2024، وآفاق التعاون في المجالات الاقتصادية والمالية والطاقة والصحة وحقوق الإنسان والحكامة الرشيدة في مجال الهجرة والصيد البحري وبحث الوضع العالمي والإقليمي. وتطرق الاجتماع إلى المشاريع التي يمولها الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء في بلادنا، وأعرب الجانبان عن ارتياحهما لجودة العلاقات الموريتانية الأوروبية، مؤكدين على ضرورة الدفع بالشراكة بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي إلى مزيد التدعيم والفعالية. كما أكد الطرفان التزامهم بمواصلة التشاور بشكل منتظم في جو تطبعه الإيجابية والروح البناءة والتفاهم المتبادل.
وقد سجل الطرف الأوروبي بارتياح تولي بلادنا رئاسة الاتحاد الإفريقي. وأكد وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة أن بلادنا والاتحاد الأوروبي تربطهما علاقات استراتيجية تشمل الميادين السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية، مبرزا أن الاتحاد الأوروبي يعتبر أكبر شريك تجاري لموريتانيا وأكبر مزود بالمنح المالية لتنفيذ البرامج الاقتصادية. سعى اللقاء إلى توطيد وتعميق العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والاتحاد الأوروبي، كما مكن من مراجعة المواضيع ذات الاهتمام المشترك وبالخصوص المسار الديمقراطي والاستحقاقات الانتخابية القادمة وآفاق التعاون في المجالين الاقتصادي والمالي والاجتماعي، وكذلك الآفاق في مجال الطاقة، بالإضافة إلى التعاون في مجال الصحة وحقوق الإنسان والحكامة الرشيدة وفي مجال الهجرة ودعم اللاجئين وكذلك الصيد البحري ومواضيع أخرى. وكم تم التطرق إلى المشاريع التي مولها الاتحاد الأوروبي ودول الأعضاء في بلادنا، وكما تعلمون الاتحاد الأوروبي هو أكبر شريك لموريتانيا، شريك تجاري، وكما هو كذلك أكبر مزود بالمنح لبرامج الاقتصادية في البلاد. وعرب الجانبان عن ارتياحهما لجودة العلاقات الموريتانية الأوروبية، مؤكدين على ضرورة الدفع بالشراكة بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والاتحاد الأوروبي إلى مزيد من التدعيم والفعالية. وأكد الطرفان التزامهما بمواصلة التشاور وبشكل منتظم في جو تطبعه الإيجابية والروح البناءة والتفاهم المتبادل. وفي الختام، سجل الطرف الأوروبي بارتياح تولي الجمهورية الإسلامية الموريتانية رئاسة الاتحاد الإفريقي، وقدم تهانيه الحارة لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ القزواني. وهذه الرئاسة من شأنها أن تعزز المكانة الجيوستراتيجية السياسية لموريتانيا في إفريقيا وعلى الصعيد العالمي، كما نوه بالزيارة التي قام بها رئيس الوزراء الإسباني والسيد رئيسة الاتحاد الأوروبي، والنتائج القيمة التي سجلت خلال هذه الزيارة. وينعقد هذا الاجتماع بشكل دوري طبقا لاتفاقيات صموا التي تربط الجمهورية الإسلامية الموريتانية بالاتحاد الأوروبي. أي فرصة لأشكر سفير الاتحاد الأوروبي وسفيرة الألمانية وسفيرة إسبانيا وسفيرة فرنسا على دعمهم المتواصل والقوي لجهود موريتانيا وجهود التنموية، وكذلك على المستوى السياسي والمستوى الاجتماعي. هذا المجتمع اليوم كان فرصة كذلك لاستعراض تحديات على المستوى الدولي والإقليمي والأزمات، وكما عبر الجانب الموريتاني عن قلقه العميق تجاه ما يحصل في قطاع غزة وضرورة إنهاء الحرب في أقرب وقت ودخول كذلك المساعدات الإنسانية والعمل من أجل قيام دولة فلسطينية مستقلة في حدود 1967. ويظل هذا الأمر موضوع اهتمام كبير بالنسبة للحكومة الموريتانية، كما تم النقاش حول الوضعية في الساحل ودور الذي يمكن لموريتانيا تلعبه من أجل تقارب وجهات النار واستقرار الإقليمي واستقرار منطقة الساحل ككل. من جانبه، قال السفير رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي سعادة السيد غويليم جونز إن اللقاء تناول العديد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك والرئيسية على المستوى الوطني والتي سيستفيد منها الجميع، وخصوصا في مجال دعم وتطوير البنية التحتية وفي مجال الطاقة والهيدروجين الأخضر ودعم صيد الأسماك.
وهنأ فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني على انتخابه رئيسا للاتحاد الإفريقي، مشيرا إلى أن هذه الرئاسة ستكون مصدر قوة جديدة لتعزيز روابط الاتحاد وكذلك الروابط بين الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي. وأكد أن الشراكة بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي أصبحت اليوم شراكة ذات طبيعة استراتيجية، مشيرا إلى أن أجندة الاتحاد الأوروبي مع موريتانيا متعلقة بالارتباط مع جار قريب، وهو ما يسعى الاتحاد من أجله إلى تحقيق الاستقرار والازدهار. وأشار أن الوضع في الحوض الشرقي حيث يتدفق اللاجئون الماليون يتطلب دعما عاجلا أمنيا وإنسانيا وتنمويا، مؤكدا الاستعداد لدعم موريتانيا في هذا المجال. وأضاف أن الاتحاد الأوروبي ملتزم بتعزيز التعاون مع موريتانيا من أجل تفكيك شبكات الاتجار بالبشر والتهريب ومكافحة الهجرة غير الشرعية، مع ضمان واحترام الحقوق الأساسية للمهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين. إلى هنا مشاهدينا الكرام، مودع زميلتي أسماء من عثمان التي رافقتني في الجزء الأول من هذه المسائية مشكورة لمواطن الإشارة، ونواصل معكم ما تبقى من مسائيتنا لهذه الليلة، حيث انطلقت بمبنى الأكاديمية الدبلوماسية في نواكشوط أعمال المنتدى الاقتصادي الموريتاني المغربي بحضور فاعلين اقتصاديين من كلا البلدين. ويهدف هذا المنتدى في دورته الثالثة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي وفتح آفاق أوسع للاستثمار بين بلادنا والمملكة المغربية الشقيقة. الأكاديمية الدبلوماسية تحتضن الدورة الثالثة من المنتدى الاقتصادي الموريتاني المغربي في نواكشوط بمشاركة واسعة من الشركات المغربية والفاعلين الاقتصاديين في موريتانيا، تعزيزا للتبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين الشقيقين من أجل توطيد مناخ الاستثمار. نوع من دواعي الغبطة والسرور أن أحضر معكم اليوم وأن أرحب بكم بمستهل انطلاق فعاليات أعمال الدورة الثالثة منتدى الاقتصاد الموريتاني المغربي، وبعد مناسبة لتعزيز الشراكات والمبادلات بين الفاعلين الاقتصاديين في بلدينا الشقيقين، وللبحث عن السبل الكبيرة بتطوير هذه الشراكات والمبادلات والارتقاء بها إلى مستوى الطموح بفض توجيهات السامية لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ القزواني وصاحب الجلالة الملك محمد السادس. حال السعادة أيها السيدات والسادة، لقد شهدت علاقات اقتصادية بين بلدينا والمبادلات التجارية ديناميكية ملحوظة في السنوات الأخيرة، حيث بلغ حجم المبادلة أكثر من 600 مليون دولار أمريكي، سجل نسبة زيادة قياسية تجاوزت 58% في سنة 2022 مقارنة مع السنوات السابقة. ويهدف المنتدى إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين موريتانيا والمغرب، وإعطاء دفعة جديدة للمبادلات بين الفاعلين الاقتصاديين في كلا البلدين. لقد تعززت علاقات الأخوة والصداقة التي تربط بلدينا الشقيقين في السنوات الأربع الأخيرة بفضل الإرادة السياسية القوية والتوجيهات النيرة لقائدينا صاحب الفخامة السيد محمد بن الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية وأخيه جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة، للدفع بهذه العلاقات إلى أعلى المستويات خدمة للمصالح المشتركة للشعبين الموريتاني والمغربي. وينتظر من هذا المنتدى أن يعمل إلى الارتقاء بالعلاقات الموريتانية المغربية إلى مستوى أفضل، لا سيما على الصعيد الاقتصادي. إن الأمل حضرة السيدة السادة معقود على المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص في كلا البلدين الشقيقين لتنزيل هذه الشراكة عبر الاستفادة الكاملة من كافة الإمكانات والمؤهلات التي يزخر بها البلدان. وكما تعلمون أن هذه المؤهلات كثيرة ومتنوعة، أصبح اليوم ممكناً ترجمتها في عمل مشترك
قوامه التكامل الإيجابي ومبدأ رابح رابح. ويعمل الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين من أجل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المغرب وموريتانيا من خلال شراكة محكمة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب. إن تنظيم مثل هذه الملتقيات بقدر ما يشكل فرصة ثمينة لتوطيد علاقات الشراكة وزيادة المبادلات والاستثمارات القائمة، فإنه في ذات الوقت يمكن من مزيد الاطلاع على المقدرات الاقتصادية الكبيرة وفرص الاستثمار المتوفرة في بلدينا. وفي هذا الصدد فإن موريتانيا تتمتع باقتصاد منفتح متنوع ومرن يشمل مجالات الصيد والزراعة والمياه والثروة الحيوانية والمعادن والطاقة، ومنها الغاز الذي سيبدأ استغلاله خلال الأشهر القليلة القادمة، والهيدروجين الأخضر والذي شهد توقيع عقود لإنتاجه مع مجموعات دولية كبيرة. إن كل هذه المجالات المستندة على مدونة استثمار محفزة ومناخ أعمال مشجع نفتح الباب واسعاً أمام المستثمرين وخاصة من المغرب الشقيق، سواء عن طريق الشراكة مع موريتانيين أو بشكل مباشر من أجل زيادة وتطوير هذه الاستثمارات وإقامة شراكات مربحة قوية وصامدة تصل إلى مستوى التطلعات. ينعقد ملتقانا اليوم في سياق زمني متميز، حيث تم اختيار صاحب الفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولي الشيخ الغزواني رئيسا دوريا للاتحاد الإفريقي، وحمل خطابه الافتتاحي للقمة المزيد من التأكيد على محورية القطاع الخاص والعمل على ترقيته والنهوض به، وهي المناسبة التي نهنئ أنفسنا بها. ويؤكد انعقاد الدورة الثالثة من المنتدى الاقتصادي الموريتاني المغربي حرص البلدين الشقيقين على المضي قدما بالعلاقات التجارية والاقتصادية. بالفعل تاريخنا المشترك وروابطنا الوثيقة مبنية على الأخوة والثقة والاحترام وقرب الجغرافي، وكذلك التكامل بين اقتصادينا عوامل تفتح مجال لفرص استثمارية كبيرة ومتنوعة. كما أن الظرفية الاقتصادية العالمية المتقلبة والأزمات المتتالية تحتم علينا كجيران وأصدقاء أن نوحد جهودنا لضمان السيادة الاقتصادية لبلدينا في شتى المجالات الغذائية، الطاقية، الصحي واللوجستيكية. وشكل افتتاح هذا المنتدى الاقتصادي فرصة لوقوف جميع الحاضرين للترحم على الراحل أحمد والحمزة رئيس اتحادية الصناعة بأرباب العمل الموريتاني، تقديرا له على جهوده لرقي بالعلاقات التجارية والصناعية بين البلدين الشقيقين. احتضنت قاعة الاجتماعات بوزارة الاقتصاد والتنمية المستدامة مساء اليوم مراسم توقيع اتفاقيتين بين بلادنا وجمهورية فرنسا لتمويل المشروع المندمج لتعبئة المياه السطحية. وقد وقع على الاتفاقيتين كل من وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة وسفير فرنسا في بلادنا ومديرة الوكالة الفرنسية للتنمية بن واكشوط. في إطار التعاون المثمر بين بلادنا وجمهورية فرنسا، يأتي التوقيع على اتفاقيتي قرض ميسرة ومنحة لتمويل المشروع المندمج لتعبئة مياه السطح، ويبلغ الغلاف المالي لهاتين الاتفاقيتين ما يناهز 1,700,000,000 أوقية جديدة. إن هذين التمويلين سيمكنان من بناء 36 سد لحجز مياه السطحية في 9 ولايات، مما سيسمح باستصلاح 2600 هكتار من الأراضي الزراعية لصالح حوالي 106,000 نسمة. وسيساهم المشروع كذلك في دعم الأمن الغذائي والحد من الهشاشة في الوسط الريفي وتحسين ولوج ساكنة الريف للمياه سواء لأغراض زراعية أو للانتشاء، كما سيساهم من جهة أخرى في تخفيف نزاعات حول مصادر المياه، وستحظى زراعة الخضروات والنشاطات النسوية بمكانة خاصة ضمن هذا التمويل. ويضم المشروع الحالي أيضا مكونة هامة رصد لها 20% من التمويل الإجمالي، وهي مخصصة
للحكامة ولتعزيز قدرات وزارة المياه والصرف الصحي. الاتفاقيتان تندرجان في إطار التزام فرنسا الهادف إلى تحسين ظروف الولوج إلى الخدمات الأساسية في أنحاء البلاد واستئناف تمويل القروض السيادية الفرنسية. إن تحسين إدارة الموارد المائية وإمكانيات الوصول إليها لشتى الاستخدامات الزراعية والرعوية والبشرية استهلاك مياه الشرب يشكل أولوية الالتزام الذي نواقعه اليوم. إن الابتكارات التقنية وتحسين المعرفة بالموارد والإصلاحات القطاعية هي محاور الجهد الذي يرغب تعاوننا مواصلتها معكم جنبا إلى جنب في هذا المشروع الجديد. بمبلغ 35 مليون يورو يعني 1.45 مليار أوغية جديدة في شكل قرض سيادي و5 ملايين يورو يعني 200 مليون أوغية جديدة في شكل منحة سيتم توزيع هذا الالتزام الجديد المسمى بيم المشروع المتكامل لتعبية المياه السطحية ولأول مرة في جميع أنحاء البلاد. ستمكن هاتان الاتفاقيتان من الدفع بتحقيق الأهداف التنموية لاستراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك وخاصة المتعلقة بالقضاء على الجوع والفقر وتمكين المرأة والولوج للمياه والصرف الصحي ومكافحة آثار التغير المناخي. ضمن فعاليات اليوم الوطني لموريتانيا في اكسبو دوحة 2023 انطلقت بالعاصمة القطرية اعمال المنتدى الموريتاني لجلب المستثمرين وقد تخللت هذا المنتدى جلسة نقاشية حول الإحاطة الاقتصادية لموريتانيا وفرص الاستثمار الواعدة. منتدى اعمال موريتاني يقام هنا بالدوحة هدفه التعريف بفرص الاستثمار الواعدة في موريتانيا كبلد يعتبر مركزاً استثمارياً عالمياً. خطاب وزير الزراعة سيد ماما والبيبات حماه الله أبرز أهمية الاستثمار في موريتانيا لما تتمتع به من بنية خصبة. موريتانيا بلد صاعد ومقبل على نهضة اقتصادية واعدة بسبب استغلال النفط والغاز وإطلاق مشاريع ضخمة في مشروع الهيدروجين الأخضر الذي يتوقع أن يكون واحداً من أكبر 5 مشروعات في العالم. وأعدكم بأن حكومة معالي الوزير الأول المهندس محمد بلال مسعود عملاً بتوجيهات فخامة الرئيس وفي ظل متابعتي ستواصل عملها الجاد لتحسين مناخ الأعمال وممارستها وتطوير الاستثمارات الخاصة الوطنية والأجنبية باستثماراتكم المرحب بها في موريتانيا بيتكم المفتوح وأهلاً وسهلاً بكم وإن كان المرء لا يكرم في بيته. المفوضة العامة لمعارض موريتانيا السيدة هوا أبو موسى جلو عبرت عن امتنانها لمستوى وحجم الحضور اليوم الذي يعكس الاهتمام بموريتانيا في المنتدى والرغبة في استكشاف آفاق جديدة للاستثمار والأعمال. على هذه القواعد تقوم الرؤية السديدة لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد بن الشيخ الغزواني لبناء اقتصاد موريتاني مرن صامد وصاعد يحقق الرذاذ والازدهار بالداخل ويعزز مكانة وعلاقات موريتانيا بالخارج. وفي سبيل متابعة تنفيذ هذه الرؤية تم إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار في موريتانيا وهو هيئة استشارية تخضع للسلطة المباشرة لرئيس الجمهورية وتضم فاعلين اقتصاديين وطنيين وأجانب. رئيس سلطة منطقة نواذيب الحرة سيد عبد الله با ذكر بأن المنطقة الحرة في نواذيب تمثل مفترق طرق حقيقي للفرص حيث يمكن للشركات المحلية والدولية أن تزدهر في بيئة داعمة وديناميكية. كما أقيمت جلسات نقاش كان في مجملها حول فرص الاستثمار والإحاطة الاقتصادية لموريتانيا. بجانب المنتدى أقيم معرض استثماري يبرز أهم المجالات الاستثمارية في موريتانيا في الجانب العام والخاص. ومن بين الأجنحة المشاركة في المعرض جناح اتحاد أرباب العمل الموريتانيين. انطلاقا من قناعتنا بأهمية الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في تقوية الاقتصاد وتطوير العلاقات بين الزوار في مختلف المجالات
نلتزم بالاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين بالعمل على تعزيز التعاون الثنائي مع أشقائنا القطريين وإقامة شراكات طويلة الأمد تخدم المصالح المشتركة لبلدينا الشقيقين. المنتدى عكس اهتمام بعض الأجانب لما تزخر به موريتانيا من مقومات الاستثمار. نتطلع بأن يكون السوق الموريتاني سوق واعد لنا، ونتطلع إلى إنشاء بعض اليونتس أو المصانع في موريتانيا، خصوصا في لما أنا سمعت الحديث عن المنطقة الحرة وسمعت عن التسهيلات المقدمة من قبل الحكومة الموريتانية والجهات المعنية في موريتانيا. حقيقة هذا شجعنا بحيث أن احنا نزور موريتانيا ونشارك في المعارض. منتدى أعمال موريتانيا كان بداية لاحتفال موريتانيا بيومها الوطني في إكسبو الدوحة 2023، تحديدا في إكسبو هاوس الذي أقيمت فيه فعالية اليوم الوطني لموريتانيا، ومشاركتها في المعرض تعتبر قيمة مضافة لجهود التواصل والتعارف بين الدول المشاركة وفتح قنوات جديدة للسياحة والتبادل الثقافي. 20 فبراير هو يوم احتفلت فيه موريتانيا بيومها الوطني في إكسبو الدوحة 2023. هو يوم تميز بإنعاشها لمنتدى استثماري يحكي أوجه الاستثمار الواعد في موريتانيا. سلمى أبو سوكو، الموريتانية، إكسبو الدوحة. وعلى هامش أعمال هذا المنتدى، أجرى وزير الزراعة موما بيبات ظهر الأمس لقاء مع وزير البلدية بدولة قطر عبد الله بن حمد بن عبد الله العطية. تم خلال اللقاء الذي شرى بحضور القائم بالأعمال في سفارة موريتانيا لدى دولة قطر محمد عبد العزيز والوفد المرافق له بحث آفاق التعاون بين البلدين الشقيقين، خاصة في مجال الأمن الغذائي. وأكد الطرفان على أهمية تكثيف الجهود لمواجهة الأزمات التي يتعرض لها العالم بسبب الحروب والأوبئة وكذا التغير المناخي، فضلا عن الزيادة الكبيرة لعدد سكان الأرض. وشدد وزير الزراعة استعداد بلادنا لإرساء قواعد للتعاون تضمن تنمية المصالح المشتركة بين البلدين، منبها في هذا الصدد للمقدرات الزراعية الموريتانية وجو الأمن والسكينة اللذين تنعم بهما، مما يجعلها أهلا لاستقبال المستثمرين، خاصة وأنها قريبة من الأسواق الدولية وتتنوع فيها فرص الاستثمار ومجالاته. أما وزير البلدية في دولة قطر فقد نبه إلى خصوصية الوضعية الدولية الحالية التي باتت تفرض اتخاذ تدابير الصارمة لتأمين الغذاء، ونوه إلى أن شهود التكامل بين الأشقاء يمكن أن تساهم في سد جزء من الفجوة الغذائية، وأن الظروف الحالية أصبحت ملائمة لتحقيق ذلك. في شأن منفصل، في ولاية الحوض الغربي وضمن زيارته الحالية للولاية، أدى المندوب العام للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء تآزر زيارة في مقاطعات العيون والطنطان والطويل، وتهدف الزيارة إلى تنفيذ عدد من المشاريع التنموية في مختلف المجالات لصالح سكان هذه المناطق. اليوم الثاني من زيارة المندوب العام للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء تآزر لولاية الحوض الغربي كان من قرية بالمحاضر في بلدية أكشرت، حيث تعهد المندوب العام للسكان بسعي المندوبية لدعم كل المجالات الأساسية للسكان، خصوصا في مجال التعليم والصحة والأمن الغذائي، وأشرف على وضع الحجر الأساس لمدرسة ابتدائية في القرية، كما أدى زيارة لإعدادية حاسي والأحمد بشنا التي تقدمت الأشغال فيها، مسديا التعليمات بإنهاء بنائها في الوقت المحدد. كما أدى المندوب العام رفقة والي الحوض الغربي زيارة تفقدية لسد جوج الزمال بمقاطعة كوبني، وهو منجز يعول عليه في المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي في هذه المنطقة الحدودية. وفي بلدية الفلانية دشن الوفد برئاسة المندوب العام مدرسة ابتدائية لصالح سكان قرية والعقيلة. أما في قرية الصد فقد وزعت المندوبية كمية من ماكينات الطحن والحبوب مساهمة في دعم السكان. هذه الناس الضغاف اللي محصية وكان 29,000 ولا يعود ابتداء من ذي التقسيم اللي ضرك من ذا الشهر لا يتعود 36,000 لكل أسرة، ولا يقسم ياسر من 800 مليون في الحوض الغربي. وهذه الساكنة اللي هون اللي في الصد عاصمة البلدية واللي في تيشط واللي في هذه القرى الأخرى كاملة اللي تكلم عنهم العمدة، يا الله يعرفوا عنهم، يا الله يقروا تركتهم، ويا الله يتنظموا، ويا الله
يآمنوا ببلدهم ودولتهم. هذه هي أول مرة تعود تتنقل وتجيب لهم الفضة وتعدل لهم الآبار وتعدل لهم المدارس. احنا ذا اللي علينا لاهي نعدلوه باللي برنامج رئيس الجمهورية واضح. هذه المندوبية معدلها لذا النوع من الناس، ذا النوع من الناس اللي ضعاف يا غير ما خاسر في شيء، خاص ولا يوقع هو انه قد يعود افضل من الحالة اللي فيها. ذا النوع من الناس اللي موريتاني في تنوعها كامل، يسوى ذا اللي لابس الدراعة ويسوى ذا اللي لابس الملحفة ويسوى ذاك اللي عنده زي اخر. مكونات المجتمع الوطني الموريتاني كامل، ويا الله وتوفته فهم على ان شاء الله تعالى يدور يقدر لكم ويدور يوصلكم. طاحونتين وعشر اطوان من القمح يدور ان شاء الله يجوهون، ولا يجو كذلك التشط، ولا يعدلوا لجان يوزعوهم. لجان احنا ما نعرفوهم يا غير لا يختاروا على اساس المعطيات اللي عندنا، ويا الله يتنظموا لين يعدلوا منهم حانوت ويعودوا يقسموهم على الناس كامله. وفي مقاطعه طويل دشن المندوب العام لتآزر مدرسة ابتدائية وأشرف على توزيع الأدوات المدرسية لصالح تلامذتها، كما اجتمع بالأهالي داعيا إياهم إلى السعي في المساهمة في تمدرس الأبناء، لأن التعليم هو الخيار الأمثل للنهوض بالمجتمع وتحقيق حلم المدرسة الجمهورية التي تشكل أولوية من أولويات السلطات العليا في البلد. وشح رئيس السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية الحسين المدو صباح اليوم في مقر السلطة العليا باسم فخامة رئيس الجمهورية سيد محمد الشيخ الغزواني عددا من أطر وموظفي الهيئة بمناسبة ذكرى 63 لعيد الاستقلال الوطني. شمل التوشيح بوسام فارس في نظام الاستحقاق الوطني كل من مامادو صنباسي مستشار رئيس السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية، محمد الحسن عيسى سالم مدير مساعد، وبوسام الامتنان الوطني كل من فاطمة محمد رمين العيل رئيسة مصر، يوجيها محمد عبد الله ديداه رئيسة مسرحة، محمد أحمد كوناتي رئيس مسرحة، وبميدالية شرف من الدرجة الأولى كل من أحمد بوبا محمد فال بوسكري سكرتير، وبميدالية شرف من الدرجة الثانية دنبا عاشور دنبا سائق، وبميدالية شرف من الدرجة الثالثة حمود إبراهيم مصطفى فراش. تفقد إمام وخطيب المسجد الحرام الذي يزور بلادنا حاليا بعض الهيئات الإعلامية والعلمية في نواكشوط، شملت زيارة إذاعة موريتانيا والمعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية ودار المصحف الشريف. كانت زيارة إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ صالح بن حميد لإذاعة موريتانيا فرصة للقاء المجلس العلمي لإذاعة القرآن الكريم وقناة المحضرة، وأمام أعضاء هذا المجلس وبحضور الأمين العام لوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي بيت الله الأحمر الأسود وسعادة السفير السعودي في بلادنا سعادة السيد محمد البلوي، تحدث المدير العام لإذاعة موريتانيا عن أهمية هذه الزيارة. احنا اليوم في رحاب إذاعة الجمهورية الإسلامية الموريتانية التي تعتبر أول مؤسسة إعلامية أنشئت في هذه البلاد، حيث أنشئت 1957، ومن ذلك من إنشائها إلى يوم هي قائمة برسالة نشر العلوم الإسلامية. والمجلس اليوم مجلس طبيعي أن يجالس عالما وخطيبا وإماما مجموعة من العلماء الشناقطة، فهذه رواية معروفة ولا هي بدعة، معناها أننا اليوم نعتبر أننا حين السنة عدلوها الأوائل. إمام وخطيب المسجد الحرام ذمن مبادرة توظيف الإعلام لخدمة نشر الدين الإسلامي. أول ما خطر في بالي وحينما رأيت هذا التاريخ المجيد لهذه الإذاعة والمحضرة هو يعني حسن توظيف الإعلام، ونحن عصرنا عصر إعلام كما هو معلوم، بل تكاد تكون الإعلام يكاد يكون الإعلام هو الدولة، بل هو دولة العالم، وأيضا ولا سيما بعد انتشار أدوات التواصل الاجتماعي. لكن حينما نرى مثل هذا العمل المجيد وهذا التاريخ العريق وهذا النشاط الذي يكاد يكون يعني يجسد رسالة الإعلام الحقيقية والتي ينبغي أن يكون عليها الإعلام ولا سيما الإعلام في بلادنا الإسلامية، ولهذا أنا أهنئكم.
رئيس لجنة الإشراف والتزكية لإذاعة القرآن الكريم وقناة المحضرة محمد المختار اللمبال والأمين العام للمجلس العلمي لإذاعة القرآن الكريم وقناة المحضرة محمد الأمين والطالب عثمان تحدث من جانبهما عن ما بذله البلد في سبيل نشر الإسلام الصحيح ونبذ الغلو والتطرف ومهام إذاعة القرآن الكريم وقناة المحضرة. كما تابع الضيف أناشيد من المديح النبوي الشريف قبل زيارة إحدى لجان تحكيم مسابقة القرآن الكريم التي تنظمها إذاعة موريتانيا وبالمعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية حيث كان المحطة الموالية. تابع الضيف السعودي شروحا عن مهام المعهد قدمها مديره أحمد اللباه وذلك قبل متابعة عرض عن المناهج المتبعة في التدريس وزيارة المكتبة. المحطة الأخيرة كانت زيارة دار المصحف الشريف حيث قدمت شروح حول هذه الدار والأهداف المتوخاة من إنشائها وبحضور أعضاء الوفدين والقائمين على هذه الدار تحدث رئيسها سيدي عبد القادر الطفيل وفضيلة الإمام عن أهمية إنشاء هذه الدار كمرفق يخدم كتاب الله وذلك قبل تدوين الإمام بالسجل الذهبي لهذه المؤسسة. اختتمت اليوم بالمركز الدولي للمؤتمرات في نواكشوط أعمال الدورة 48 للجمعية العمومية للاتحاد الإفريقي لشركات التأمين في إفريقيا. يهدف الاتحاد الإفريقي لشركات التأمين من تنظيم هذه الدورة إلى تعزيز أداء التأمين في مختلف المجالات التنموية في القارة. بعد 3 أيام من النقاش حول التأمين في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعراقيل والتحديات التي تواجه القطاع في القارة الإفريقية ووضع التجارب العالمية في المجال أمام شركات ومؤسسات التأمين القانوني، يأتي اختتام أعمال الجمعية العمومية 48 للاتحاد الوطني الإفريقي لشركات التأمين القانوني تحت إشراف وزارة المالية. يلعب التأمين دورا محوريا في التنمية الاقتصادية لدولنا وتوفير الأمن والحماية من تقلبات الحياة مع تعبئة المدخرات وتسهيل الاستثمارات، ولكن على الرغم من التقدم الذي أحرزناه لا تزال هناك العديد من التحديات بما في ذلك توسيع التغطية التأمينية لتشمل شريحة أوسع من السكان وخاصة في المناطق الريفية والشرائح ذات الدخل المنخفض، وسيكون التعاون ضروريا أيضا. إن التحديات التي نواجهها أكبر من أن يتمكن كيان أو قطاع واحد من حلها، ومن الضروري أن تعمل الحكومات وشركات التأمين والجهات التنظيمية وشركاء التكنولوجيا معا لتصميم حلول تلبي احتياجات مواطنينا. حيمود بشير كمال رئيس الرابطة الوطنية للمؤمنين أكد أن الجمعية أتاحت فرصة لتحديد سبل تحقيق أهداف التنمية المستديمة من خلال ترسيخ مكانة التأمين القانوني والتأكيد عليها كركيزة للنظام الاجتماعي والاقتصادي في البلدان الإفريقية، كما أوضح أن الجمعية خلقت فرصا للتبادل بين الشركات لإنشاء روابط شراكة بين الفاعلين في المجال وتعزيز الموجود منها. من جانبه رئيس الاتحاد الإفريقي لشركات التأمين الوطني سيزار أيكومي أوضح أن الابتكار في مجال التأمين مع الأخذ في الاعتبار الأولويات الاقتصادية للبلدان الإفريقية والالتزام بالقوانين والنصوص المنظمة للقطاع هي متطلبات أساسية بالنسبة للشركات التأمين الإفريقية، مؤكدا أن هذه الجمعية ستشكل دفعا للتأمين في إفريقيا عموما وفي بلادنا على وجه الخصوص. الحفل الختامي كان مناسبة لعرض التقارير الفنية الصادرة عن اللجان المشاركة في الجمعية وأهم القرارات التي صادقت عليها. عقد والي نواكشوط الجنوبية صباح اليوم بمكتبه اجتماعا مع بعثة من المجلس الأعلى للتهذيب بحضور رؤساء المصالح الجهوية للتهذيب والشؤون الإسلامية والشؤون الاجتماعية على مستوى نواكشوط الجنوبية. المزيد عن هذا الاجتماع وأبرز نتائجه نتابعه في سياق التقرير التالي. والي نواكشوط الجنوبية يعقد اجتماعا مع بعثة من المجلس الأعلى للتهذيب بحضور ممثلين عن الإدارة الجهوية للتهذيب الوطني والشؤون الإسلامية والشؤون الاجتماعية. تتنزل هذه الزيارة ضمن سلسلة الزيارات التي يقوم بها المجلس لبحث جميع المشاكل المطروحة في ميدان التعليم للتغلب عليها. تندرج هذه الزيارة اليوم في إطار البرنامج الوطني للاطلاع على مشاكل التعليم اللي قائم برسمها المجلس الأعلى للتهذيب، والهدف منها هو أيضا التشاور مع الشركاء المعنيين بالتعليم من أجل وضع آلية
يتم التقلب من خلالها على المشاكل المطروحة. مهمة هذا المجلس هو إعداد حصيلة انطلاقا من هذه اللقاءات الرسمية وانطلاقا من الزيارات الميدانية، إعطاء صورة واضحة لواقع التعليم، وإن شاء الله هذه الصورة سيكون نتيجة تقرير إن شاء الله ووجه الرئيس الجمهورية. وخلال زيارته لنواكشوط الجنوبية، أدى الوفد رفقة الوالي المساعد زيارة ميدانية لمركز التكوين المهني للمحاضر بنواكشوط، واطلع الوفد داخل قاعة الاجتماعات على عرض مقدم من طرف إدارة المعهد للتعريف به وبمجال التكوين الذي يوفر للطلاب. وقبيل إنهاء الزيارة، تجول الوفد داخل الأقسام للوقوف عن قرب على أنواع التكوينات داخل الفصول التي توفر للتلاميذ شهادات تخول لهم الولوج لسوق العمل. وفي السياق ذاته، أدى وفد من المجلس الأعلى للتهذيب رفقة السلطات الإدارية بولاية نواكشوط الشمالية صباح اليوم زيارة تفقد الاطلاع ل 15 مؤسسة تعليمية ابتدائية وإعدادية وثانوية بالولاية، كما شملت الزيارة محاضر نموذجية ورياضة للأطفال. تدخل زيارة وفد المجلس الأعلى للتهذيب رفقة ممثلي قطاعات الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي والتهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي والعمل الاجتماعي والطفولة والأسرة لولاية نواكشوط الشمالية. تدخل في إطار الاطلاع ميدانيا على سير الدروس في المؤسسات التعليمية والمحاضر ورياض الأطفال في هذه الولاية. الوفد تلقى شروحا من قبل القائمين على هذه المرافق تطرقت إلى سير عملها والإجراءات المتخذة من أجل تحقيق الأهداف المرسومة، هذا إلى جانب بحث العراقيل المطروحة. ولنواكشوط الشمالية المساعد بيّن في كلمته أهمية هذه الزيارة وما أتاحت من تعرف على سير العمل داخل المؤسسات المزورة. خلال هذه الجولة زرنا ثانويات، إعداديات، ابتدائيات، محاضر ورياض أطفال، ولا شك أني لاحظت أن فيه تطور كبير وتحسن في مجال البنى التحتية والمجالات المحيطة بالتعليم بصفة عامة، وكان لدي انطباع حسن عن الجولة. عضو المجلس الأعلى للتهذيب نوه بمستوى الخدمات مطالبا بالمزيد والعمل من أجل التغلب على النواقص المطروحة. نقولوا أن التعليم هون لباس به، ما في مشكلة كبار شفناها في جانب التعطير، الأساتذة الحمد لله ما هم ناقصين تبارك الله، يغير قدوتهم شوي في نقص البنى التحتية. بلاحظنا أن ثانوية دار النائم رقم 1 تتبادل معها مؤسسة إدادية رقم 6، لأن ذاك يوحي لأن في نقص في المباني، وشفنا مولي الأقسام اللي مقتلة حتى، وخاصة هون في ثانوية توجينين 1 يختاروا في تعود فيه مكتبة ويختاروا تعود فيه مقهى، بالطافلات يمشوا بعيد من المؤسسة وذاك ما هو زين في أمنهم، إذا يختاروا مولي تعود عندهم مكتبة. بدوره الرئيس الجهوي للاتحادية الوطنية لرابطات آباء التلاميذ والطلاب على مستوى ولاية نواكشوط الشمالية، أشاد بظروف سير العمل في المؤسسات التعليمية بالولاية. الأمور تمشي على ما يرام، لم نلاحظ يعني هنا فيه نواقص أو غير ذلك يسجل، وإنما هو مكتمل فيما يتعلق يعني بوجود معلمين والأساتذة. وتأتي زيارة وفد المجلس الأعلى للتهذيب رفقة القطاعات المعنية لولاية نواكشوط الشمالية في إطار الاطلاع ميدانيا على سير عمل المؤسسات التربوية في الولاية وما يعترض عملها من عراقلة تحول دون تحقيق هدفها المنشود. يعقوب الصوفي، الموريتانية. والآن نفتح نافيتنا اليومية على جديد الأخبار الدولية، لكن بعد هذا الفاصل. في جلسات أهلا بكم من جديد. في جلسات استماع تاريخية قدمت فلسطين قضيتها ضد احتلال إسرائيل لأراضيها في قصر السلام في لاهاي مقر محكمة العدل الدولية، وبين محامون وممثلون عن فلسطين مدى حرمان شعبهم من حقه في الحياة بشكل منهجي، داعين إلى ضرورة وضع حد فوري للاحتلال.
دعا ممثل جنوب إفريقيا في اليوم الثاني من جلسات الاستماع العام في محكمة العدل الدولية في لاهاي إلى إصدار رأي قانوني بأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني للمساعدة في التوصل إلى تسوية. وتأتي الجلسة ضمن سلسلة جلسات ستستمر إلى غاية 26 فبراير الجاري على خلفية طلب الجمعية العامة المتحدة في عام 2022 من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري بشأن احتلال إسرائيل فلسطين. وإلى جانب فريق جنوب إفريقيا القانوني قدم ممثلون عن 10 دول حججهم بشأن العواقب القانونية لدولة الاحتلال. وأعلن بيتر أندرياس ستيميت المحامي الذي يمثل جنوب إفريقيا والقائم بأعمال كبير مستشار قانون الدولة في وزارة العلاقات الدولية والتعاون، أعلن التزام جنوب إفريقيا بالدفاع عن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، مشيرا إلى اعتراف الأمم المتحدة عدة مرات بحق الفلسطينيين غير القابل للتصرف في ذلك. كما دان ستيميت أن الشرط الاستيطاني الإسرائيلي الذي ينتهك المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة التي وقع عليها الاحتلال، مؤكدا أن حظر الفصل العنصري ينطبق على كل دول العالم بما فيها إسرائيل. في هذه الأثناء قال مارتن جريفيث وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالة الطوارئ، قال إن 500,000 شخص في غزة على حافة المجاعة ويفتقرون إلى أبسط الحاجات الأساسية من غذاء وماء ورعاية صحية. وقال جريفيث إن الحرمان الذي يعاني منه سكان غزة قاس وعميق، وأي قدر من المساعدات لن يكون كافيا لحاجاتهم، مشيرا إلى أنه تمت مطالبة إسرائيل كقوة محتلة لغزة بتسهيل وصول المساعدات دون جدوى. وشدد على أنه تم محو أحياء بأكملها في قطاع غزة، وناشد أعضاء مجموعات العشرين بمناسبة انعقاد اجتماعهم في البرازيل أن يستخدموا مناصبهم السياسية ونفوذهم للمساعدة في وقف هذه الحرب وإنقاذ سكان غزة، مؤكدا أن هؤلاء الأعضاء لديهم القدرة على إحداث فرق، وطالبهم بالتحرك من أجل وضع حد لمعاناة الفلسطينيين. من جانب آخر انتقد ممثل الجزائر الدائم لدى مجلس الأمن عمار بن جامع استخدام الولايات المتحدة حق النقض الفيتو مرة أخرى ضد مشروع قرار جزائري في مجلس الأمن الدولي بشأن الحرب الإسرائيلية على غزة، مما عرقل المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية. وهذه هي المرة الثالثة التي تستخدم فيها واشنطن حق النقض منذ بدء هذه الحرب. وقال المندوب الروسي إن مشروع القرار الجزائري كان متوازنا، وإن واشنطن أعطت بقرارها رخصة وغطاء لإسرائيل لقتل الفلسطينيين، كما عبرت الصين عن إحباطها لفشل المجلس في تبني القرار. توصل حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية جناح نوازار وحزب الشعب مساء أمس إلى اتفاق يتيح تأمين غالبية لتشكيل حكومة ائتلاف وتقاسم السلطة بعدما فشلت الانتخابات الأخيرة في إظهار فائز حاسم. وينص اتفاق الحزبين على ترشيح شبهاز شريف لرئاسة الوزراء واصف عزيز وايد زوج رئيسة الوزراء الراحلة بنظير بوتو لرئاسة البلاد. وأوضح حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية جناح نواز وحزب الشعب بأن الاتفاق الذي جاء بعد أيام من المفاوضات يتيح تأمين غالبية لتشكيل حكومة ائتلافية ستضم أيضا في صفوفها عدة أحزاب صغيرة. مشاهدينا الكرام، ختام المسائية إلى التذكير بالعناوين. مجلس الوزراء يصادق على عدد من مشاريع القوانين والمراسيم، بينها اتفاقية لتمويل مشروع الربط الكهربائي بين بلادنا ومالي، ويستعرض بيانا يتعلق بخطة إسعاف الثروة الحيوانية. الوزير الأول يستقبل مكتب الاتحادية الإفريقية لشركات التأمين التي تعقد جمعيتها العامة في بلادنا. بدء أعمال المنتدى الاقتصادي الموريتاني المغربي بحضور فاعلين اقتصاديين من البلدين لتطوير الاستثمارات والشراكة. ختام المسائية مشاهدينا الكرام، بعد قليل بتم ترياداني وأخبار الولايات، إلى اللقاء.